متابعينا اكيد بصبحنا ووصلنا لفقرتنا الاخيره يلي هي اكيد للاهتمام بالصحه الجسديه عن طريق الرياضه وتنشيط الجسم والحفاظ على رشاقه الجسم بالاضافه الى يمكن التغذيه الصحيحه. رح نحكي الموضوع اكثر مع الكوتش منال المصري. صباح الخير. صباح صباحك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. كلنا بدنا نلعب رياضه، كلياتنا بدنا نخفف وزن، او اللي ما عنده وزن نوع من اللياقه او حتى شد الجسم. خلينا نحكي الرياضه هي ضروريه لكل الاشخاص يلعبوها، اللي حابين مثلا اللي عندهم ثبات وزن، اللي عندهم وزن زائد شوي او كثير لحتى وصلوا لحاله مثاليه. تمام، الرياضه مهمه لكل الاشخاص بغض النظر. هذا هلا في نظره عنا اغلب العالم، بس يشوفوا حدا نحيف نازل على الجيم بيقولوا له انت شو بدك برياضه، انه انت ليش عم تلعب رياضه؟ ما انا حصرا بالاشخاص اللي هن عندهم اوفر ويت وعندهم وزن زايد، هي لكل الاشخاص. بالاصل الرياضه هدفها هو تحسين الصحه العامه عند الاشخاص، يعني تحسين اللياقه القلبيه عندنا، ضخ الدم للجسم، شغل الرئتين، كل هاي الامور هي اللي مهمه بتمرين الرياضي. بتشد الجسم، بتقوي العضلات تبعتنا، بتحسن قيامنا بالمهام اليوميه بحياتنا، فهي مهمه وضروريه لكل الاشخاص بدون استثناء، اذا كانوا نحاف او حتى اسمان او بيعانوا من امراض او لا، بس كل شخص له نوع رياضه بتناسبه. تماما. يعني اليوم نحن عم نحكي بموضوع كمان كثير مهم، انه نريح الصحه النفسيه من خلال الرياضه. رياضه قديش اليوم هي لحتى تفرغي الستريس اللي نحن عم نعيشه، ضغوطات الحياه البشعه اللي عم نمرق فيها، ويمكن بما انه كنا عم نحكي عن العنف الاسري والعنف ضد المراه، قديش مهم اليوم انك انت تفرغي شحنات وطاقه لحتى تستمر حياتك وتربي اجيال بشكل صحيح. تمام، اكيد الرياضه كثير بتاثر على الحاله النفسيه عندنا. هلا كثير اشخاص مثلا بس يلعبوا رياضه بيقول لك انه انا ناقصني شيء، حاسس انه انا لازم انزل على الجيم لحتى افش خلقي، اذا هو متضايق من الموضوع بينزل بيتمرن. الرياضه بتفرز هرمونات بتخلي الشخص عنده شعور بالرضا اكثر، شعور بالسعاده، هرمونات السعاده اللي بيفرزها الجسم وقت التمرين كثير بتحسن نفسيه الشخص عم يلعب رياضه، فلهيك هي بتكون عن جد فشت خلق. اغلب العالم بتقول لك انا صرت انزل على الجيم بس فشت خلق من الضغط النفسي اللي نحن عايشين فيه، من التوتر اللي حوالينا، ضغوط الحياه اللي بتخلينا انه نحن بس ننزل على الجيم هي الساعه ايه، نحن بنفرغ كل شيء شحنات سلبيه. وهذا الكلام اكيد مزبوط، رياضه كثير بتخلينا بنحس برواق اكثر، هرمونات السعاده بتشتغل، بنحس حالنا اريح اكثر، مبسوطين، بنصير نشوف الامور باريحيه اكثر. كوتش خلينا نحكي اشخاص عندهم وزن ولكن ما كثير زائد، ونفرض مثلا هي الحاله الاكثر بالمجتمع عندهم بين 5 ل 10 كيلو زياده، هدول الاشخاص قادرين بنظام غذائي متوازن ينحفوا ولا لا هم بحاجه الرياضه؟ هلا بشكل عام اكيد الرياضه لازم تكون مع الدايت، ما بيصير نحن نجي نعمل نظام غذائي حتى لو عندنا بس 5 كيلو زياده وزن او حتى مثلا 10 كيلو، الجسم حيسيبه نوع من الترهل اكيد. نحن اذا نزلنا وزن وعضلاتنا ما كانت عم تتمرن منيح ممكن نحن يصير في عندنا ترهل. هلا كل ما كان اكبر الوزن اللي نحن عم ننزله بيصير نسبه الترهل اكبر عندنا، لكن هي ضروريه نكون نحن عم نعمل مع النظام الغذائي. هلا بشكل عام الرياضه اكيد بتحرق دهون، يعني علميا هذا شيء مثبت عنا، الكارديو اللي هي التمارين الهوائيه هي بتحرق دهون، فهي بتساعدنا مع الدايت. يعني احنا بنعمل مثلا دايت لنقول قللنا 500 سعره حراريه من النظام الغذائي تبعنا، لعبنا تمرين الرياضه حرقنا فيه تقريبا من 500 ل 600 كالوري بالساعه، فنحن حرقنا بالنهار ما يعادل 1000 كالوري، وهذا رقم كثير ممتاز، حيساعدنا انه نحن نخسر وزن اسرع، انه صحتنا بتكون بشكل حيكون جسمنا اقوى، وغير هيك انه حيصير شكل الجسم احلى. لما نحن بننحف كثير من غير الرياضه حيبين الجسم انه تعبان، انه نحيف زياده عن اللزوم، العضلات مترهله، الشكل الشد بيعطي شكل حلو للجسم، حتى لو مثلا نحن ممكن نكون بهذا الوقت عم ننزل دهون وعم نرفع عضل، شكلنا بصير مختلف، فاكيد كثير مهمين الاثنين مع بعض. تمام. كوتش خلينا نحكي عن الرياضة بالبيت، أكيد كلنا معنا موبايلات حديثة وفي أبليكيشن كتير فينا ننزله لحتى نعمل رياضة بعيدا عن أنه الخروج من المنزل ونروح على الجيم، ولكن خلينا نحكي قديش اليوم نحن كأشخاص فينا نعمل رياضة لحالنا، فينا نعتمد على فيديوز على اليوتيوب على أبليكيشن بننزله على الموبايل، هل هو بفيد
بتفيد او ما بتحبزي هذا الشيء؟ هلا هو ما راح اقول يعني دائما لازم يكون في لا كوتش فوق راسك. هلا نحن بنفضل بالبدايه دائما انه يكون في كوتش، لانه okay. الاشخاص اول ما يبلشوا رياضه هن ما عندهم معلومات علميه مزبوطه. هلا اللي يكون الشخص اللي بده يلعب رياضه او خصوصي الاشخاص اللي هن عندهم اوفر ويت كثير، اللي هن مثلا عم بيعانوا من السمنه كمرض، هدول الاشخاص ما فيهم يعتمدوا على حالهم لحتى يعملوا برنامج رياضي لهم. نحن لما بنعمل اي برنامج رياضي لشخص نحن في عندنا وصفه بنقول لها وصفه النشاط البدني، سميناها وصفه لاهميتها، لانه هي شيء كثير دقيق. يعني هي مثل وصفه الدكتور، يعني انت حدا مريض بده يروح لعند الدكتور شخص الحاله اعطاه دواء، طب هل هي شيء بس بكفي انه بس اعطاه دواء؟ لا، نحن بدنا نعرف هذا الدواء في منه ابر، في منه حب، في منه شراب، في له عيار معين، امتى ناخذه بالنهار، كم مره لازم ناخذه، قد ايه فتره العلاج. نفس المبدا التمرين الرياضي، نحن بدنا نفوت على الرياضه شو ما كان هدفنا، بنحسن الصحه العامه، ننزل وزن، نتخلص من امراض بسبب الوزن الزايد، كل هاي الامور في انه وصفه خاصه لكل شخص لازم يتبعه. فلما يجي شخص بده يعمل رياضه بالبيت حتكون عشوائيه بشكل ممكن، هو مثلا هذا الشخص يكون عم بيعاني بالبدايه مثلا من نقول في عنده بدايه تنكس غضروف، او مثلا في عنده مشكله صغيره بالغضروف، لعب تمارين رياضه هو ما بيعرف شو الصح وشو الغلط، ما بيعرف كثير التكنيك، لعب شافه كيف عم يلعب وممكن يكون عمل شيء غلط، ممكن يصير بده بعد فتره تبديل المفصل، ممكن يكون عنده بدايه ديسك ممكن يتطور لديسك كامل اذا هو ما عنده فكره. لازم بالبدايه يكون في شخص معه بروفيشنال بيحدد له شو النظام اللي لازم يلعبه، شو النظام الغذائي، شو التمارين اللي لازم يعملها، وشو التمارين اللي لا، قديش شدة النشاط البدني اللي عم يلعبه. يعني في ناس بتنزل أي تمرين بتلعبه، طب ممكن هذا التمرين يكون أنت جسمك ما بيتحمله، قدرتك القلبية لسه ما أنا جاهزة لتلعب هذا النوع من التمرين. هذا كله بده إعداد. نحن بنبلش شوي شوي مع الشخص لحتى يوصل لمرحلة إنه هو يقدر يلعب كل شيء، ويقدر يلعب أي شيء بأي شدة عالية، قد الحمل التدريبي تبعه، كل هاي الأمور كتير مهمة. لكن مبدئيا يعني فينا نقول إنه أحسن من بلا الأشخاص ما بيقدروا ينزلوا على الجيم، بس هن لازم يقروا أكتر شوي عن الموضوع، يتثقفوا أكتر شو لازم يلعبوا، كيف لازم يبلشوا كمبتدئين حتى ما يعرضوا حالهم للإصابات. ورياضة المشي هي أسهل شيء دائما، المشي والسباحة هي من أفضل الرياضات وأكتر سلامة للأشخاص. طيب كوتش، الأشخاص اللي ما عندهم وقت دائما ما بيلاقوا وقت، هنا نكتار بالمجتمع، ولنفرض بدهم نحن لازم يمارسوا الرياضة بالبيت، أيمتى التوقيت الصح؟ الصبح أول ما يفيقوا قبل ما يفطروا، ولا لا بعد الغداء، بعد بفترة معينة بعد ما يخلصوا كل شيء؟ كم مرة بالأسبوع؟ شو المدة الصح؟ مثلا بالبيت يفضل تمارين الكارديو ولا المقاومة؟ خلينا نعطيهم هيك نصائح لتكون يعني مثل ما بيقولوا شيء أحسن من شيء، أحسن من بلا. أكيد. هلأ مبدئيا أي وقت نحن اللي عم نقوله أنه أي وقت أفضل لنلعب رياضة، كل الدراسات العلمية بتأكد أنه نحن في عنا وقتين أفضل هنا لنمارس فيهم النشاط البدني عنا، اللي هن بعد الاستيقاظ، يعني بعد ما نفيق من النوم بشي ساعة تقريبا، مو أول ما نفتح عيوننا، وفترة بعد العصر. هدول الفترتين اللي يعتبرون أفضل فترات تكون افضل نسب اكسجين بالجسم بهذا الوقت، فمشان هيك بنفضل انه احنا نلعب رياضه بتكون الاستفاده اكبر. لكن في اشخاص بتقول لك انه انا بشتغل عندي بريك مثلا ساعه 2 الظهر، او انا ما برجع من شغلي للساعه مثلا 6-7 المساء بين ما ارتاح وارجع على التمرين، بنقول لهم ما تلعبوا رياضه. لا اكيد فينا بيلعبوا رياضه وما في اي مشكله، لكن احنا كنا بنفضل هدول الوقتين، بس ننصحهم اكثر شيء انه يبعدوا عن الرياضه فتره المساء، الفتره القريبه للنوم، لانه هي بتسبب لهم نوع من الارق. مده مدة التمرين، هلا دائما مدة التمرين نحن لازم نسأل حالنا أكثر من سؤال لحتى نجاوب عليها. أول شيء بدنا ناخذ بعين الاعتبار عدة نقاط، اللي هن عمر الشخص اللي عم يلعب رياضة. نحن ما فينا نعطي أي تمرين لأي شخص، يعني شخص مثلا عمره 50 سنة أكيد التمرين مو مثل شخص عمره 20، مو مثل شخص عمره 40، كل شخص في له نوع رياضة بيناسبه بحسب عمره، الحالة الصحية تبعته، هل عنده أمراض، هل شو المرض اللي بيعاني منه، هل عنده إصابات، فناخذ بعين الاعتبار كمان هذا حتى نحدد له شو نوع الرياضة اللي هو لازم يلعبه. ناخذ بعين الاعتبار اللياقة البدنية تبعته، هل هو أول مرة بحياته بيلعب رياضة، لعبان قبل مرة، قد ايه له قاطع التمرين، كمان هاي الامور، والهدف تبعه، يعني احنا هدفنا مثلا نحرق دهون، هدفنا اذا كان حرق، اذا كنا عم نلعب كارديو، اذا كنا عم نلعب مقاومة. هلا اذا كنا عم نلعب مقاومة نحن بنلعب حدود 45 دقيقة مطلوب مننا نلعب، مو اكثر من هيك، اللي هي تمارين اللي فيها اوزان وفيها مقاومة بوزن الجسم. ليه؟ لانه الجسم خلال اول 45 دقيقة لما بيكون عم يشتغل عم يفرز هرمون التستوستيرون اللي هو مسؤول عن بناء الكتلة العضلية.
بعد ما نتجاوز هذا الوقت ببلش الجسم يفرز هرمون الكورتيزول، بخف التستوستيرون وبيرتفع الكورتيزول، واللي هو بيشتغل عكس التستوستيرون اللي هو بيصير هرمون هدم. فنحن لازم ما نتجاوز 45 دقيقة بتمرين الحديد. كارديو نحن فينا نلعب كمبتدئين بين 45 ل 60 دقيقة، وكأشخاص محترفين عم نلعب لنا فترات طويلة ممكن يوصلوا معنا ل 90 دقيقة تمرين الكارديو، ما في أي مشكلة، بس لازم يكون كارديو متوسط الشدة معتدل، ما بيكون عالي الشدة كثير، لأنه العادي الشدة تقريبا بنلعبه مو أكثر من بين 30 ل 45 دقيقة. تمام كوتش، نحن أكيد بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، وبدنا نتمنى لك أكيد صحة دائمة، وشكرا كثير لك. يعطيكم العافية، شكرا لكم.